اليوم انا اقدم نفسي ساعضو نقابه اساسيه البنك التونسي الكويتي تابع للاتحاد العام التونسي للشغل عماد لجنف. اليوم نحب نحطك علما بالوقفه الاحتجاجيه اللي قدامكم هذه صايره على خاطر فما قرارات معناها اخذاها مجلس الاداره. اليوم البنك التونسي الكويتي مجموعه بي سي يو تراهن على بيع المقر الاجتماعي هذايا اللي متمثل في ثلاثه تروا تور ا بي سي وتبيع ليزينك معناها اللي هي الشركه العربيه ولا الشركه الدوليه العربيه للايجار المالي لايل معناها وتحب تبيع معناها لكريونس توتوس كما سماتهم هي معناها بقيمه 200 مليار مليمات تونسيه ب 10% وتحب معناها بالفلوس هذيا تعاود تيكيليبري لي راسيو اللي هما طايحين وحمر كل لدى البنك التونسي البنك المركزي التونسي وتحب تعاود نشاط تجاري من جديد. في حين احنا نراو انه السياسه هذه تاع مجموعه من بيسيور وعلى راسها الاداره العامه ولا على راسها فهمتي المجموعه والناس اللي مع الاداره العامه هنا الفرنسيس انهم مش قادرين يعاودوا امور تجاريه لانه منذ 2016 ردونا الشركه تاع استخلاص ديون والفلوس الله اعلم شيء قاعد يدخل ولا ما يدخلش. احنا نحقوا في خسائر مهوله منذ 2016 هذا خمس اكزرسيس معناها نتاع خسائر اللي نجموا نستشفوها احنا من السياسه هذه انه الفلوس اللي باش تجي من بعد بيع المقر الاجتماعي وما تبعه لانه باش تكون فلوس الى حد تمشي البنك مده عام عام ونص بالياسر ثم من بعد ندخلوا في المجهول. ومع هذا وللاسف الشديد دولتنا وحكومتنا وافقتهم على بيع المقر الاجتماعي ووافقتهم على السياسه هذه وفي حين كانت عندها وعد عم ناول وقع امضاءه من طرف وزير الماليه سي رضا شلغوم وسي المسؤول الاول على مجموعه بي سي باش الدوله التونسيه تقتنيها بالدينار ولا باللورو الرمزي وعلى اساس انها باش يولي عندنا شريك اخر ربما كانت تكون البريد التونسي. هذا كله تبدل مع تتالي الحكومات وصبحنا اليوم اعملوا اللي تحبوا ومش مشكل باش نلقاو بي اف تي ثانيه في ثنيه بي اف تي قاتل الاس تي بي تهزها احنا باش نلقاو الشارع وعائلتنا وعائله 430 موظف وما تبعه باش يكونوا ملوحين وباش يتضرب القطاع البنكي وما تبعه من الاقتصاد الوطني. هذه باش تتمثل الوقفه الاحتجاجيه نتاعنا اليوم.